السلام عليكم خوتي المغاربه، فاطمه معكم. فاطمه اللي كتهمني عدوز سي، كتهمني بجميع بزاف الاتهامات. حسبي الله ونعم الوكيل فيك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. انت اللي كتقولي انا كنقول لولدك الفلوس باش يخرجني، وبيجاما ما كياخذهاش ليا، والناس الشوت كاينين الجيران، خاصكم تشوت الناس من الزنقه حتى الزنقه. تسولوا عليا انا اشكون كنسوا هما اش كيسواو، راه الولد ديال همبلي. ونهار اللي كنقول لي انا خرجت تخدم دير غير كروسه ديال الديسير ولا دير شي حاجه، كتقول لي لا ولدي ويلي دير كروسه، كتضحكي عليه عباد الله، كتضحكي عليه عباد الله. هو مشدود بالسريقه، ماشي مره ماشي جوج، مشدود بالسريقه، راه عنده 17 شده كالسريقه كيشفر. انا الحمد لله باش تهمني وتقول لي انا كنشفر، حاشا ولله. انا راه مشيت عند عائلته ماشي مره ماشي جوج، ونهار اللي شفر لخالته راه هو الاول مخطط لهداك الشيء كامل. انا ما في راسي حتى شي حاجه، وحسبي الله ونعم الوكيل. اللي كتقولي انا ما كنصبنش وانا هادي وانا سميتو، لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت شريرة، أنت أنا من صغري من صغري وأنت معدية عليا، كانت عندي 14 عام مصاحبة مع ولدك، دوزتي عليا العذاب المعاناة، وأنا كنت كنبغي ولدك ديك الساعة، أي حاجة قلتيها لي كنديرها لك، وأنت عارفة وتشديتي وخديتي العقاب ديالك. لا أنت لا هذوك اللي ديتيني عندهم، ومازال ما جبدتش بزاف بزاف، كانت كتدعارة كتسافتني كتركبني، وأنا ما كنكميش ديك الساعة ما كنكميش، وكتقولي قولي لهم كتكمي باش دير الكارو، وكيقولوها للناس كيقول لها هاد السيده ما كتعرفش تشعلو، ولا كتقول لهم كتكمي 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 كمي كمي شعلي شعلي. دوزت معها المعاناه العذاب، ملي تجوج بولدها يعني ما بقيتش انا باغا ندير معها داك الشيء، حتى هي ولات كتخاف مني، مشات خدمات دارت خدمه ولات كدير هذاك الشيء بالستره، ولات كدير داك الشيء من نهار راسها، كتكون دارها خاويه كدير فيها اللي بغات، انا ما كنكونش فيها. ونقول ملي قالت هذيك الكلمه ديال انا كنخرج ملي كيتشد في الحبس كنخرج، لا انت اللي كتجري عليا كتجري عليا، كتبقاي تغوتي كتشدي معنا الضاد كتقولي لا كلوا كلوا الحجر وزيدوا. انا ولدك اللي صرف عليا ماشي انت، انا عمرني ما قلت لك عطيني، بعمرك ما قلت لك جيبي ليا، ولدك هو اللي كيقول لك جيبي ليا، وكيمشي يشري مخدرات. ونهار اللي درنا فيديوهات شحال هادي عاونونا الناس باش دار الغبره اللي هي اللي ولادو محتاجين الكسوه والصباطه باش يشريهم غبره، واللي كتقول لك انا يديروا معايا التحاليل يديروا معايا التحاليل. الحمد لله ما كنشربش، قطعت الشراب ربع سنين هادي، وكنت قاطعه من الكارو والحشيش على حسب بنتي، غير تزادت صافي قطعت كلشي، قطعت كلشي قطعته ورجعوني رجعت ليه، وما رجعتش للشراب الحمد لله، ما رجعتش للشراب. ويديروا لي التحاليل ويشوفوني واش كنشرب. هي اللي كتقول لك البحر، انا عندي الصوره اللي ضربني النيفي وكل دمايات لبوني لك. واش ما كتخافيش الله؟ واش اللهم هذا منكر؟ واش ما كتخافيش الله؟ حشومه اليوم الدنيا وغدا الاخره، غير هذا امتحان كندوزوه، وهذوك اللي كيقولوا في الميساجات بانهم كيعرفوني كندير، راه عيب وعار عليكم، راه هذاك راه الله ان شاء الله غيخلصكم، كل واحد غيخلص الله، اللي ما قالش كلمه الحق غيخلص الله. راه الدنيا ما دايماش. واش كنت كتاجر فيه؟ كانت كتاخذات العقاب ديالها. انا هذاك الشيء ملي كنتفكروا كان مرض نفسانيا، حيت هذا الشيء ما بغيتش ولادي يتاثروا به، حيت بزاف بزاف ما داك السيد راه مصيبه، وهو عارف صاحب امه، وهو كيعرف هذا الشيء وكيعرف بزاف الحوايج على امه، ولا حول ولا قوه الا بالله. وعندي اوديوات اللي معمو اللي معمو كيغوت عليها، وكل والهضره الخايبه اللي كتخسر مورا، لا حول ولا قوه الا بالله. وكتخسر الهضره كتخسر الهضره، وبنتي انا كتنعس حداها كنعطيها قلقه، عطيها تليفون، هي دايره ليزي والاخرى دايره ليزي، كيهضروا مع الزوافريه. شنو بغات تخرج لي ولادي للطريق؟ انا ولدي دابا نوريكم النتيجه اللي جا في الثاني، جاب 8 الحمد لله، كان كيقرا، وكل ما نقداتو الجده مسكينه دخلته الخيريه كون ضاع كون ضيعتوه. نتوما كتنتقموا نتوما انتقام، حيت انا ما بغيتش ليكم الفساد. كانت عندي 14 عام 14 عام كانت عندي 4 سنين وانا معاهم مصاحبه مع ولدها وكتاجر فيا. العام الاول ما بينتش حقيقتها، حيت لحقاش هذيك الدار اللي كانوا فيها كانوا كارينها للدريات والرجال،
كانوا كارينها، كانت فيلا في درب غلف ومدورينها هكا البيوتة، كاينين الزوافريه والبنات وداك الشيء. تدوز عام عاد بدات تخرجني، تخرجني وانا عزبه، وملي اغتصبني ولدها خرجتني الجمرات انا تقهرت، مشيت عند خالتي عاودت لبنت خالتي تخلعت، قالت لي ناري امي الا سمعاتك تغتصبتي ناري اش غدير، هربت من عندهم رجعت عندهم الصباح لقيتهم عندي انا في البيت، وواحد السيد ديجا داتني عنده عطيني ساروت، قال لي وقت ما فاطمه بغيتي تجي جي مرحبا بك، انا عاودت حيت عاودت لي ظروفي. اش قالت لي؟ قالت لي هذه حجه سبيها فيه باش ملي تتزوجي به غيموت، راجل كبير ما كبير غير الله، باش يموت وتربحي هذيك الدار ويعيش معك دار وتعيشوا به خير، وانا الشيء انا كنعطيه وانا مولي كندير لي ولا ما عطيتش انا، المهم بقات عليا بهذيك الهضره. داك الشيء اللي قلت ملي داتني الام ديالي نكرت، وهو قلت لي لا ماشي هو، قالت الام ديالي ماشي هو، ما تخرجاتني قالت لي غنديك الولايه اللي غتقولي لهم شكون، مشيت للولايه حقا قلت هذيك الهضره اللي قالت لي الكذوب اللي حرشاتني عدوزي، قالت لي قوليها، قلتها جابوا السيد، قال لهم لا هذه السيده ما كنعرفهاش، واحد السيده لا جات هي اللي جابتها ليا صافي، قالوا بلاتي دخلوني انا للبيرو قال لي قولي الحقيقه احنا معاك. وتحياتي لرجال الشرطه الله يرحم لكم الوالدين والله ينصركم ولا لي خطيكم علينا، قاموا بالواجب وجابوا الناس كاملين اللي مشاو معايا، ماشي كل شيء ثلاثه بقاو كيقول لي قولي انا ما بغيتش نجبد بزاف لحقاش مرضت نفسانيا، وهي اللي كتقول لك انا الام ديالي، انا بالعكس انا عمرني الحمد لله ما خديت السخط من الام ديالي، ما عمرني خديت السخط ديالي، انا سمحت فيا الام ديالي عندي 3 شهور اللي سمحتني في جده وتزوجات عند 4 الوليدات الله يخليهم ليها والاب ديالي هكاك، هي اللي كتقول لك الاب ديالي صالحني انا الاب ديالي كيقول لي شمكار، قلبت هاد الناس ما ماشي بالشرف ديالنا، هاد الناس ما مزيانينش، واول ما شاف عدوسي قال لك ما مزياناش هاد السيده، ما مزياناش ما صالحاش، هو يمشي عنده راجل وغيستقبلو ما يستقبلوش، الاب ديالي لا ما يستقبلوش، كتكذبي حشومه راكي كبرتي حشومه، راه اش غتقولي لله اش غتقولي اللي خلقك؟ قالت ما خدماتكش معاها حبيبتي اش فاطمه؟ لا خدماتني في الدروجات، شوف خدماتني في الدروجات، كان راجلي مشدود انا خدمت في الدروجات شهر وانا خدامه في الدروجات، خدماتني اللي كتقول انا شفاره، واش لا حول ولا قوه الا بالله، لا شفاره كرة انا مشدوده، واش المخزن ما كاينش؟ واش المخزن ما كاينش؟ الحمد لله رب المخزن كاين، واللي دار الذنب غيستاهل العقوبه، اما باش تبقاي تتهميني وتوصخ لي الصوره ديالي، الله ياخذ فيك الحق، الله ياخذ فيك الحق، الله ياخذ فيك الحق، ولا كنت انا ظالماك الله ياخذ فيا الحق، الله ياخذ فيا الحق، الله ياخذ فيا الحق، الا كنت انا ظالماك، وحسبي الله ونعم الوكيل، ما عايشاش لهاد الوليدات شحال من عام وانا مضحيه مع ولدك وفي الاداب وفي ما نقولش لك الرعب عايشين ما الرعب اللي الموسيقى مجهده يدير الغبره السيليسيون تشرب، كنقول لي عافاك راه تشوف وليداتك راهي لولادك حشومه لك كيشوفوا فيك ولادك راه غدا ولا بعد غدا غيديروا، انا ولدي هو اللي بلا ماشي بلا راسه ولدي، الحمد لله ولدي بخير الحمد لله، نقي في دماغه هما اللي خرجوا عليه، الله ياخذ فيهم الحق، الله ياخذ فيهم الحق، حسبي الله ونعم الوكيل. انا ما رضيتني اش بغات عندي؟ اش بغات عندي؟ نشفت لي الدموع، حياتي نفسيتي دمرتها ليا، اش بغات عندي هاد السيده؟ خافي الله خافي الله خافي الله، وانا كنبغي نقول لهذوك الكومونتيرات اللي كيكومونتيرو بالكذوب راه غداو اليوم القيامه غتحاسبوا كاملين على داك الشيء، قول كلمه الحق ولا سكتوا، قولوا كلمه الحق ولا سكتوا. انا المساعده اللي نبغي الجمعيات يوقفوا مع ولادي يشوفوا مرحله عايشين في الاكتئاب، انا عايشه في الاكتئاب، انا المساعده الله الله رزقه هو الله سبحانه وتعالى، انا كنترجى الله سبحانه وتعالى ياخذ لي حقي، واللي دار شي حاجه شي اجر راه الله اللي غيخلصو، انا راه ماشي هو راه ما كيتكسى وما كيتصبط، راه اللي ساعدوني الناس راه خدا لي الفلوس، وهي عطيتها 300 درهم قلت لها هي 4000 خديها و100 درهم تقدي لينا بها، وخدا الشيء الاخر خدا باش يضربو بسميتو، ماشي كسى ولادو ماشي باش يفرح وليداتو لا، والحمد لله ملي انا كيعطوني الناس محسنين كنكسي وليداتي، ملي قسم الله كنكسي ولادي، وهما اللي ما حسوش ما عرفوش بقيمه هذوك الوليدات اللي عطاهم لينا الله امانه، انا الحمد لله غادي ندير وصيه الله سبحانه وتعالى، وسمحوا لي يا خوتي والله يجازيكم كل خير، سمحوا لي وكنتمنى نكون خفيفه على قلبكم، شكرا لكم. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في
جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.